طب في برضو واقعة مهمة تخليك تتفائل، وهو ايه؟ ان الحكومة دي مش نايمة، الحكومة مفروض بتقوم على تقديم خدمات للناس، خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات ثقافية، خدمات اجتماعية. دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة حقيقة نموذج، يعني انا بنتهز كل شوية كده الفرصة ان اوجه له التحية. وزير من طراز مختلف يعني. النهارده مبكرا كده زياره مفاجاه الى 3 مستشفيات في القليوبيه. يعني اللي هو ايه امبارح؟ امبارح. 3 مستشفيات في القليوبيه. راح كده على طول زار 3 مستشفيات. من المستشفيات دي 2 لقى عدم انضباط. فحول المدير والنائب للتحقيق. مستشفى تانية العمل فيها ماشي كويس. الإشارة عندي هنا إيه؟ أن هناك مسؤول، هناك وزير يحاسب من يتخلف أو من يتقاعس أو من يهمل في تقديم الخدمة للمواطنين. طب بدقة بقى، إيه اللي حصل في هذه الزيارة المفاجئة اللي قام بيها وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار لمستشفيات القليوبية؟ خلونا نستمع من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور حسام اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. بشكرك يا فندم انك معانا، وعايز اقول انه هذه ليست اول مره، وهذا ليس جديد على الدكتور خالد عبد الغفار انه يكون موجود في مثل هذه الزيارات في المحافظات ولمستشفيات معينه. المدخل يا فندم، هذه الزيارات تسعى الى ضبط الاداء، ما الذي جرى في القليوبيه؟ الاجراءات اللي اتخذت، الوضع كان ايه بالظبط؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان دأب على القيام بزيارات مفاجاه خاصه في ايام العطلات لاماكن تقديم الخدمه الصحيه، سواء كانت مستشفيات او وحدات رعايه اساسيه او حتى مكاتب الصحه. يوم الخميس وهي اجازه 25 يناير كان فتين الحقيقه، محافظه القليوبيه ومحافظه القاهرة، زار 3 مستشفيات هنا ومستشفيتين في الجيزة. في القليوبية زار زي ما حضرتك ذكرت مستشفى أبو المنجى المركزي ومستشفى النيل للتأمين الصحي، ووجد أنه المدير غير متواجد ونايب المدير غير متواجد. ووجد مجموعة كبيرة من السادة الزملاء من الفريق الصحي متغيبين. وجد أنه التقارير الخاصة بالأشعة مغلقة. يعني اللي هيجي يعمل اشعه هيستنى تقرير يطلع يوم السبت. وبالتالي كان هناك اجراء فوري بتحويل المدير ونواب المدير للتحقيق في المستشفيتين. لما زار مستشفى قليوب التخصصي وجد ان العمل منتظم، في الاداره موجوده، الساده الزملاء اعضاء الفريق الصحي متواجدون، وهناك انتظام في تقديم الخدمة الصحية، ولهذا كان هناك توجيه مباشر بصرف مكافأة فورية لكل العاملين في المستشفى. فزي ما حضرتك ذكرت أن المخطئ صحيح يعاقب والمنتظم يثاب، وأن الزيارات الغير المرتبة وغير المعلنة هي وسيلة من وسائل الوقوف بشكل مباشر من المسؤول عن الصحة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بيعرف ما هي المعوقات بشكل مباشر، بيعرف الميزات بشكل مباشر، وبالتالي يكون هناك توجيه واتخاذ إجراءات وخطوات للتغلب على التحديات والمعوقات، وإجراءات لتعظيم الحسنات ولتعظيم الانتظام في أداء العمل، بالهدف في النهاية هو الوصول إلى تقديم رعاية صحية كريمة للمواطن المصري. طيب يعني دي فرصة برضو يا دكتور للاطمئنان على الحالة الصحية العامة. يمكن احنا قدام النهاردة معرض الكتاب، معرض القرار الدولي للكتاب، والتجربتين اللي قبل كده كانوا في كورونا، يعني يمكن اقرب الى كورونا. دلوقتي الحمد لله المجتمعين بقى في معرض الكتاب او اللي بيروحوا معرض الكتاب، لو نوجه لهم نصايح محددة برضو عشان الكل يبقى سالم غانم ان شاء الله. يعني خلينا نقول انه ما زالت كل المنظمات الصحيه العالميه وعلى راسها منظمه الصحه العالميه بتقول ان خط الدفاع الاول والثاني ضد كورونا ما زال هو اللقاح. وحتى مع المتحورات، وان كان اللقاحات
قدرتها قلت لكنها ما زالت قادرة على الحماية من المرض الشديد ومن دخول المستشفيات ومن الوفاة لا قدر الله. فإحنا نصيحتنا دائما اللقاح، واللي فات عليه 6 أشهر وما كانش عنده أمراض مزمنة وكان أقل من 60 سنة ياخد جرعة تنشيطية، اللي فوق 60 سنة وعنده أو عنده أمراض مزمنة ياخد الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر. دي أول حاجة. الحاجة التانية التطهير المستمر للأيدي والأسطح وارتداء الكمامات في الأماكن الضيقة والمزدحمة وقليلة التهوية. إحنا السنة دي في المعرض عندنا 3 عيادات متنقلة موجودة داخل أروقة المعرض، بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف في محيط المعرض، منها سيارة إسعاف ذاتية التعقيم عشان لا قدر الله أي حد بيشتكي من أمراض تنفسية. وعندنا كمان مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، في جهاز موجود وموجودة عيادة للكشف عن الأورام الثدي من خلال جهاز الماموجرام، وعيادة أيضا متنقلة أو وحدة كاملة متنقلة سي تي متنقل على سيارة موجودة داخل زمام المعرض. يمكن الجديد السنة دي إنه كمان عندنا 8 فرق للطب النفسي وأمانة الصحة النفسية بخلاف 38 فريق للتوعية موجودين في كل المعرض، لكن الاهتمام بالصحة الصحة النفسية يعني لو حضرتك تلقي الضوء على ده، يعني فريق الصحة النفسية ده اللي موجود بيشتغل ازاي؟ يعني احنا عندنا في قاعتين موجودين فيهم الفرق الصحة النفسية بيستقبلوا المترددين على المعرض سواء بالنصيحة سواء بالتوعية سواء بالمنشورات والملصقات المرتبطة بالصحة النفسية، يعني وكأننا عندنا عيادات صحة نفسية موجودة وإرشادات صحة نفسية موجودة داخل معرض الكتاب أروقة المعرض الكتاب. ويمكن دي أول سنة نعمل أول مرة صحيح تبقى فيه فرق للصحة النفسية وفي 8 فرق موجودين في الصحة النفسية. ده بالإضافة إنه كمان إحنا بقى عندنا خط ساخن خاص بالتعامل مع الإدمان بجميع أنواعه بقى، إدمان التدخين، إدمان المخدرات، المسكرات. الخط اللي هو 16-3-2-8 أو 163-28، والمنصة الإلكترونية لتلقي الاستشارات والاستفسارات النفسية، كل ده موجودة. احنا مشاركين في الجناح في قاعة رقم 1 في 17 والتاني في قاعة رقم 4 ب 35، ده مخصص للصحة النفسية وكل ما يتعلق به. طيب شكرك جدا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.